في البداية تلقينا الخبر في 6 صباحا بأن هناك 6 إخوة مناضلين شرفاء فكوا قيدهم بأيديهم. تلقينا هذا الخبر، كان خبرا صار وواضح على وجوه الشرفاء من أحرار العالم، فبدأت المضايقات بحق الأسرى بشكل همجي. تقليص الفورة، الفورة 9 صباحا فقط، وخلال هذه الفورة يدخل ما يقارب من 15 إلى 20 سهير ويبدأون بالاستفزاز بالعدد بالفحص بالتفتيش. فكان هناك دائما وباستمرار استفزاز. الأسرى اللي كانوا في نفس القسم تم توزيعهم على السجون، منهم 20 أخ انتقل إلى سجن النقب والباقي إلى سجن نفحة وريمون. صحيح هناك إخوة من الجهاد الإسلامي تم التحقيق معهم لمعرفتهم بهذا النفق، وكان الأخ المجاهد بسيسو هو الأمير العام لحركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال، تم نقله إلى الجلمي للتحقيق في هذه القضية. لما احنا تلقينا الخبر احنا تلقينا بكل فرح وسرور، ولكن أيضا نحن لا نريد أن نتوجه إلى الإدارة على أساس أننا فرحين، لأننا لا نريد أن تكون هناك مضايقات أخرى فأخرى. سجن الربوع من أكثر السجون حصانة، وهذا كلام من الشبكة الإسرائيلي، ولكن بعزيمة الرجال وهمة الشرفاء برجل كرسي ومعلقة هزموا أولا السجان ودولة الاحتلال والتكنولوجيا العالمية الموجودة في دولة الاحتلال. قسم 3 هم متواجدين في الإخوة في حركة حماس في اليوم 3 من انتزاع الشرفاء حريتهم. كان هناك استفزاز من الإدارة بشكل يومي وممنهج. قام إحدى الإخوة مالك، كان في غرفة 3، فمن الاستفزاز رشق إحدى السهرين بكوب ساخن. مباشرة كانت هناك في وحدات داخل السجن على أساس أن الإخوة قد نالوا حريتهم بأيديهم، فدخلت عليهم قوات الضرور واليمام والمتسادة، وكان هناك أيضا مسمار قفول، ونقلوهم بما عليهم، لم يأخذوا أي قطعة من داخل غرفهم، نقلوهم بطريقة همجية وطريقة نازية.